المصري فقط إنسان رائع رفيع المستوى في نقده، وكان واعيا لما ينقد، لم يكن إطلاقا محايدا، وفعلا عمل مدرسة نقدية رائعة وحديثة. عصر النقد السينمائي والفني بدرجة كبيرة جدا، كان نموذج للناقد الموضوعي المحترم اللي يعني المؤثر اللي كان الكل بيحترمه، وزاد من شأن وقيمة النقد الفني والسينمائي بشكل عام، فترك بصمة كبيرة. نرجو إن شاء الله يعني خالص الرحمة له والأسرة خالص العزاء. رموز الحركة الثقافية المصرية ورمز من رموز الحركة النقدية المصرية صار كبيرة جدا للثقافة المصرية، ربنا يرحمه ويسكنه في سكناته. وعزائم شديد الأسرة والزملاء أعزائي أستاذ محمد حسن، ربنا يرحم أستاذنا والمثقف الكبير والموسوعي يعني منى سمير فريد، اللي خسرته خسارة كبيرة جدا، ولكن يعني أعزائنا من كتبه ومقالاته وإسهاماته في النقد السينمائي ستظل خالدة إلى عقود وسنوات طويلة جدا بإذن الله. هو كان صديق عزيز جدا وأب حقيقي، بعتقد إنه مصر خسرت كتير والقارئ العربي خسر كتير جدا، لأنه السينما المصرية والعربية خسرت كتير جدا، فربنا يتغمده بوفاء رحمته.